وكونه ما تكونوا كلمات موزونه مع اللحن. نعم. هذا هو باراليليزم ما بين اللحن والكلمات. نرجع لك بعد شويه مروان العريبي، هذا الفنان الشاب اللي قاعد يعمل بجهد حقيقه، كل مره يقدم يسجل اغنيه جديده، كل مره يعمل اغنيه جديده. ان شاء الله نشوفوا عندك برشا اغاني، رصيد كبير، ان شاء الله نشوفوك فنان كبير. يعطيك الصحه مروان، نرجع لك بعد شويه ان شاء الله في مسافحه اخرى موسيقيه. نعطيكم فكره الان مشاهدينا على اخر اخبار النجوم، ثم نواصل استضافتنا. تفضلوا. السلامة ومرحبا بكم في روبريك ستار نيوز. اليوم نحكيو على اخر اخبار الفنان وائل الكفوري، نحكيو على جديد الفنانة اليسا، نحكيو زاد على اخر الاخبار النجوم في مصر. ونبداو جولتنا الفنية لليوم بتصريح للفنان وائل الكفوري، واللي قاعد يلوج على غنية باللهجة المصرية، واللي قال انه ما سبقلوش وانه غنى باللهجة المصرية، ويتمنى وائل انه كلمات الاغنية ما تكونش باللهجة البيضاء. ورغم النجاحات اللي حققها والنجومية اللي وصل لها، إلا أنه حلم وائل الكفوري ما زال ناقص. وعبر أيضا على القلق متاعه على مصر، وقال نتمنى لها الاستقرار العاجل، على خاطر استقرار مصر من استقرار الوطن العربي، ومصر كما عرفناها هي أم الدنيا، وباش تبقى أم الدنيا. ما بيسمعني حتى يحنوا يتشعلي من يوم اللي ودعني بنادي ليام الصورة حدي غفيت على مخدي غمضت عيوني بدي غفي وردوا يا هوا العالي قصر لي المسامات حامل بإيدي وردي مهارات وذكريات يا هوا العالي قصر لي المسامات توا نمشي بكم لأم الدنيا مصر، وباش نحكي لكم على آخر أخبار النجمة بوسي، واللي صرحت إنها باش تمشي وتعطي صوتها للمرشح الرئاسي أحمد شفيق ومش الإخوانة، وقالت إنها تحب مصر تكون دولة مدنية ورئيس ما ينتميش لحتى تيار. ونبقاو في نفس السياق، حيث أكدت الفنانة روجينا إنها باش تمنح صوتها زادة للمرشح أحمد شفيق، وقالت إن المرشح أحمد شفيق يناسب المرحلة المقبلة واللي تحتاج الإدارة سليمة. كما أكدت الفنانة روجينا إنه البعض متخوف من انتخاب الإسلاميين لآرائهم المناهضة للفن. ديما نبقى في مصر وآخر أخبار السينما، نحكيو على الرقابة المصرية واللي رفضت سيناريو فيلم رغيف عيشة لأسباب تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، حيث أعلن المنتج الفني أحمد جرادة توقف الفيلم متاعه رغيف عيش. وأوضح جراد في بيان صحفي أنه التوقف جاء بعد أعداد متواصل لمدة شهرين من البروفات والتصوير، والفيلم كان مرشح لبطولته الفنان عمرو سعد وجمانة مراد وكندا علوشة. نختتم جولتنا الفنية لليوم بأخبار قصيرة. رحيل المطرب العراقي على سعد مطرب البردقالة إثر إصابته في انسداد في الشرايين. صابر بيعي ينفي وجود علم إسرائيل في كليبه الأخير يا عسل، واعتبر أن الخبر هذا الهدف منه تشويه صورته، خاصة مع اقتراب موسم المهرجانات. نمشي للخبر الثالث، كريم بطل مسلسل فاطمة يرفض زيارة القاهرة خوفا من التظاهرات واللي اندلعت في ميدان التحرير. ونحب نذكر أن الممثل أنجين أكيونيك كريم واللي استطاع لفت الجماهير وخلى محبي الدراما التركية يقارنوا بينه وبين مهند، واللي ينجح في التربع على عرش قلوب المشاهدين العرب. وآخر خبر لليوم، ابتكارات الفنانة إليسا واللي مؤخرا قامت بنشر صورة غلاف ألبومها الجديد أسعد وحدة، مع تعليق جاء فيه أنه الغلاف هذا مش غلاف الألبوم الحقيقي. ونحب نذكر أنه إليسا سافرت لتركيا خصيصا لالتقاط صور ألبومها الجديد. مازلنا نمارسوا دورنا كاعلاميين في الارتقاء بتونس في مختلف القطاعات. تحدثنا قبيل على الفلاحه، تحدثنا على الاستثمار، نتحدثوا توا على السياحه، ولكن مش مع وزاره السياحه، مع شباب تونس المعطاء، مع شباب تونس اللي حب يقدم المقترحات. بصراحه انا قبيله في الكواليس راهو سمعتكم تتحدثوا مع الوزراء وتعطيو في مقترحات وكذا، هما كانوا يسمعوا فيكم يعني برشا انصات مش استماع، كيف فما انصات وكان فما نقاش بني محلي. إذا سمعتوا خبيتوا باش نقول لكم توا في المباشر، فوالا سمعتكم تحكيوا قبيله. هذا هو الشباب التونسي اللي وقت اللي يلتقي بالوزير ما فماش رهبه، فما حب البلاد هذيا، مصلحه المصلحه الوطنيه العليا اللي تعلى فوق كل شيء. ونحاولوا المنطلق احنا لي بوست نتاعنا نقترحوا
اللي يجي لبالنا اللي نراوه حسبنا احنا ينجم يفيدنا. بي سعيده باستقبال اتحاد شبان المتطوعون بلا حدود ممثله في كل من سي وسيم بن حسين اللي هو رئيس الجمعيه وايضا يحضر معنا سي وليد ربيع هو الناطق الرسمي باسم جمعيه اتحاد شبان المتطوعون بلا حدود. صباح النور، مرحبا بكم الاثنين. صباح الورد، شكرا على الاستضافه. يعيشك، مرحبا بكم، شكرا على قبول الدعوه. الحدث يفرض نفسه، غدوة إن شاء الله باش يكون فما تظاهرة تنطلق غدوة إن شاء الله، والهدف منها هو التشجيع على السياحة الداخلية. أول سؤال هذا باش نطلقوا به مع وليد. نبدأ معك أنت وليد، شو نقصد بها تشجيع على السياحة الداخلية؟ باش نعملوا تظاهرة نحثوا الناس بربي امشيوا للنزل، بربي حوسوا في تونس، بربي أعرف بلادك، وإلا أعطينا فكرة على التظاهرة هذه كيفاش باش تكون؟ هو من كل شيء أكثر حاجة يمكن أعرف بلادك. أي احنا بطبيعتنا كمنظمة اللي هي في أهدافها اجتماعية خممنا اللي قلنا يلزمنا نشجع على السياحة الداخلية في تونس، وإحنا بطبيعتنا باش ندخلوا في المصلحة العامة، دونك نمشيو للتونسي وندقوا الباب نتاعو ونقولوا له إجا شوف بلادك، إجا شوف البقايع اللي ما كنتش تزورها واللي هي برخص الأسواق، إن شاء الله نحن نقدموها له باش ينجم يدور الحركة الاقتصادية في تونس ويبدا موسم سياحي في تونس إن شاء الله يكون ناجح، لكن يبدا بولاد تونس نتاعنا. حابين نعملوا باك في 12 بلاصة في تونس اللي هي ما يزوروش فيها التوانسة واللي هي غريبة ياسر حتى كي نسمعوا أساميها، لكن هي موجودة في تونس وهي من أعز البلايص الموجودة في تونس، واللي كي تشوف تقول هذه هاواي وتايتي، لا راهي في تونس. نجموا نمشيو لها ورانا نجموا نمشيو لها، وراو اذا كنت تكثف الجهود الكل يخلط التونسي يحوس في بلاده ويزور المناطق الكل نتاع بلاده باش الشباب نتاعنا الكل يعرف المناطق نتاعو، يعرف ارجاء الجمهوريه. نعم. ويعرف انتمائه هذايا الكل. نعم. سي وسيم، اعطينا المناطق السياحيه او المناطق اللي موجوده داخل تونس واحنا ما نعرفوهاش واللي هي متميزه في مناخها في تضاريسها واحنا نجهلوها وربما نحب تسمينا خاطر يمكن باش نقولك عن الاسم هذا موجود في تونس، واعطيني كيفاش باش يتم تشجيعهم؟ هل باش يكون فما قافله تزور ال 12 مكان اللي قال عليهم سي وليد؟ هل انه ديجا جمعتوا الناس هالمجموعات اللي باش تتنقل معاكم؟ زيد نتعمقوا اكثر في التظاهره. نعطيك، نبداو صعب النقطة الأولى، نعطيك البلايص هما مش نقولوش بلايص سياحية، احنا نقولوا بلايص طبيعية. بلايص طبيعية. طبيعية، خاطر مازال حتى فيهم بلايص حتى يد الإنسان مازالت ما وصلتلهمش، معناتها قعدوا. بيزان فيرج. فيرج. كيما مثلا الزوارع، كيما مثلا الزمبرة، كيما مثلا الفنارة. نسمعوا بهم، الفنارة ما نسمعش. الفنارة، كيما صونين، كيما عين مستير، كيما كاب نيجرو، كيما جبة، كيما اللي من هكا، كيما قوريا، كيما البرج نتاع الهواريه، مش برج تقليبيا، برج تاع الهواريه. هذا برشا ما يعرفوهوش. اللي تشبه الهواي شو اسمها؟ اللي شو اسمها؟ صونين. صونين والفناره نتاع راس نجلة. شيء كبير. اي. بحق مناطق طبيعيه روعه روعه روعه. نعم، علاش تم اختيار المناطق هذه اللي ربما حتى المستثمرين التوانسه ما يعرفوهاش ربما، او يقولوا لا ما نبنيش فيها مطعم، ما نبنيش فيها نزل، ما نبنيش فيها ما عرفش قاعة سينما، ما نبنيش فيها كذا، علاش اخترتوهم هذوما بالذات للتعريف بهم؟ وكيفاش انتم شباب، انا فرد عمر وانا ما نعرفهمش، انتم تعرفوهم يعطيكم الصحة، اما كيفاش عرفتوهم الاماكن هذوما؟ احنا ديجا عندنا فترة ديما نتبعوا في معناتها ندوروا نشوفوا البلاد، نسالوا اصحاب المكان، وجا احنا عندنا فروع في وسط الجمهورية، معناتها عندنا 22 فرع في 22 ولاية. نعم. جا حتى معناتها فروعنا من اهالي المنطقة اللي هما غاديك، اهالي الولاية. دونك احنا نسالوهم نقول لهم شنو بلايص معروفين بهم ونهبطوا لغاديكا. جا توا مثلا بعد البرنامج عندي توا مشي طلع بن زرد وبعد طلع المستير. معناتها انا جا مع اللقاءات مع الفروع نتاعنا كل شيء في نطاق الشيء هذا، في نطاق البلايص، نطاق البرامج شنو نعملوهم وكل شيء. بالنسبه للطريقه اللي احنا باش نخدموا بها، هو الهدف مش يجي جيست طل ومشي، هو الاشكال اللي عندنا اللي هو اللي بول عائله في تونس اللي عنده ثلاثه اربعه صغار من يجيبش يمشي لك حتى بلاصه، اوتيل غالي عليه باش يمشي لك في لواج، باش سامحني في كلمه، باش يتهنتل وكل شيء ومش راه حتى شيء،
دونك هنا حابين احنا نقربوا نعطيهم فرصه لهذوكم اللي عنده صغار اللي عنده كذا حابين نعطيهم فرصه. عملنا برنامج هذا وحبينا ندخلوا وزاره السياحه معنا. جا استدعيناها كل شيء ووافقت وزاره السياحه على ناحيه المبدا. نعم. ان شاء الله باش يوليوا يساهموا معنا باش نقصوا من تكلفه على الاخر، بحيث مثلا كي تلقى مثلا بلاصه كيما الصونين مثلا تكلف على الواحد مثلا 3000 فرنك ولا 4000 فرنك. بالنسبه للبعايل تساعدوا بالكدا. نعم. فرهد صغار ويرى بلاصه طبيعيه وكل شيء. نعم. وفرد وقت. فما غاديك الناس المواطنين غاديك مثلا كلي يبيع لك في الطابونة كلي يبيع لك في بس العسل اللي يبيع لك كذا، يعني نعاونوا حتى الحرفيين البسطاء. فوالا غاديك في شريك مثلا برودوي ارتيزانال غاديك حاجه معناتها هنا عباره كان ولا الزوالي خدم في الزوالي. هذا هو سي وليد. هل تم التنسيق مع اصحاب النزل مع بعض النزل حتى يقوموا برحلات؟ هل انه حملتوا لهم بعض الصور لتعرف بالاماكن هذه حتى هما ايضا يعرفوا بها من خلال السياح اللي موجودين عندهم؟ احنا كمرحله اولى توا حابين نعرفوا المناطق هذه لشباب تونس وللزوالي واللي ما يقدرش. حبيتوا تنطلقوا بالتونسي من التونسي للتونسي. التونسي للتونسي. وان شاء الله عندنا معناتها اقتراح ان شاء الله لوزاره الصحه ان يكون عندنا يوم الوطني للسياحه الداخليه. وزارة الصحة وزارة السياحة وزارة السياحة يوم وطني للسياحة الداخلية باش نشجعوا على السياحة الداخلية. نعم. واللي ما نقعدوش معناتها في تأثيرات نتاع العوامل الخارجية يكون التونسي هو بيدو السائح في بلاد تونس. وقلنا نعرفوا في المناطق هذيا حتى على السيت نتاعنا وعلى كل شيء باش يكون فما حاجات استثمار في وسط المناطق هذه اللي هي تو مازلت فيرج. نعم. واللي مازلت برشا ناس ما تعرفهاش ومش قاعدة تزور يعني فيها. ما فيها حتى شيء كي تمشي لازم كلتك معاك حتى معاك كل شيء سي روندوني. ناس باش تمشي باش تكتشف اكثر منها معناتها واحد. وفما حتى باش نعملوا دي فورماسيون معناتها للبلايص المحميات اللي باش يمشيوا لها كيما زمبرا. فما دي جيد معناتها سبيسيال للبلايص هذيا. فما مناطق اثريه مثلا اللي ما نعرفوهاش. نعم. في مناطق نائيه كيما زمبرا معناتها فيها منطقه اثريه لازم الناس تزورها وتعرفها وهي جزيره وما كناش قبل مثلا عندنا اكسي ان نمشيو نزوروها. نعم. كيما قوريا اللي هي محميه انك تمشي في باتو بيرات. قوريا بحرف بالقاف. اي بالقاف. قوريا. قوريا. وين موجوده؟ في بحر المستير. في المستير. جزيره. نعم. بحر المستير واللي معناتها لازم واحد يمشي يشوف هذه محميه في بلادنا. نعم. وملكنا ومتاعنا لازمنا نزورها ولازمنا نحافظوا عليها. هذه تنمي انتمائنا لوطننا وتخلينا معناتها التونسي يولي سائح في تونس ويولي يدخل في الدوره الاقتصاديه نتاعنا وما نقعدوش فك التاثيرات الخارجيه نستناو في السائح الاجنبي. يعني احنا فينا المو معناش كان البحر وكما يقولوا ولاي توريست يجي على البحر.